مقادير حواوشي السجق. هلبس جلوفز كده وانا بحكي لكم عن المقادير. المقادير بتاعتها كالتالي: عيش بلدي، وهاتوا عيش بلدي على حسب عدد الافراد اللي هياكلوا، كيلو سجق. كيلو السجق هيعمل 5 ترغيفة لو انتوا مليين العيش كويس، طبعا ده لو العيش صغير يعني، لو العيش كبير طبعا هياخد كمية اكبر. تاني، يلا عيش بلدي، كيلو سجق، 1/2 كيلو لحمة مفرومة، وهنفرم بقى السجق مع اللحمة المفرومة، هكلمكم اكتر وانا شغال. 1/2 كيلو لحم سجق غير معبأ، وربع كيلو تفل بصل. هنشوف تفل البصل ده بيتعمل فيه ايه بالظبط، او بيتعمل ازاي. بصل مبشور وبنسيب العصير بتاعه. ربع كيلو فلفل اخضر رومي، ربع معلقه جوزة الطيب، وملح وفلفل. يلا بينا، هنيجي هنا ناخد اللحمه المفرومه دي، لحمه حشوه السجق. يعني ايه؟ يعني ده الحشوه اللي كانت جوه السجق. بس احنا بقى بدل ما نجيب سجق ونبوظه، طلبنا او احنا عملنا، احنا كده كده في البرنامج هنا ورينا وشفنا ازاي نعمل السجق من البدايه، شفنا ازاي نعمل اللحمه المفرومه نحولها لسجق. مجموعه من التوابل، ممكن يسرى خدي وقتك كده ونزل لنا على الشاشه يسرى مقادير السجق. لو احنا عندنا لحمه مفرومه عايزين نطلع منها سجق نعمل ايه؟ ممكن تنزل لنا ده على الشاشه من فضلك. اللحمه المفرومه اهي، او لحمه السجق، هاخد تفل البصل واعصره كده. يلا يا سوبر ورينا، ده بصل مبشور. حلو، بصل مبشور بعصره بايدي دي فبينزل الميه، انا عايز التفل بس. خلاص عصرته كويس، هاخد بقى التفل ده هحطه على اللحمه المفرومه. التفل بصوا ماسك في بعضه ازاي. خلاص انا عصرته كويس، هاخد بقى التفل ده اروح على اللحمه المفرومه هنا احطه. طب وبعدين هنعمل ايه كمان؟ ناخد جوزة الطيب، ما نكترش لان السجق نفسه متبل. ناخد الملح والفلفل الاسود، وناخد الفلفل الرومي. بعصر كده فلفل رومي سنه لو في ميه زياده ولا حاجه، وبعدين بحطه هنا. حلو جدا. ايه كمان اللي هنعمله؟ هنيجي هنا ناخد، انا حطيت ميه البصل. بصوا ما بنرميش حاجه في المطبخ، انا حطيت ميه البصل، هات لنا دي كده يا صابر. حطيت ميه البصل على عصير الطماطم، هتليق جدا مع المكرونه اللي بالسجق. حطيت ميه البصل هنا عادي جدا. يلا ارجع تاني هنا كده صابر على لحمه الحواوشي، حواوشي السجق. بخلط بقى، بخلط كويس، بعجن كده بايدي لغايه ما يمتزج الخليط كويس جدا. طب وبعدين بعد ما بخلص عجن بعمل ايه؟ ببتدي بقى اعبي لحمه السجق، لحمه الحواوشي فين؟ جوه العيش. يلا بينا، يلا ناخد كده العيش وناخد جزء من اللحمه نحطه هنا جوه العيش، وبايدينا كده بنفرد اللحمه لغايه ما تبقى مفروده حلو جوه العيش بشكل منتظم، بحيث ان احنا لو فتحنا العيش نلاقي ان كل جزء فيه قطع من اللحمه عشان ما ينشفش. بس وبعد كده نضغط عليه كده ونسيبه هنا على جنب، ناخده كده نحطه على جنب هنا ونكمل، نستمر في الخطوه دي. ناخد اللحمه المفرومه نفردها هنا في العيش. يلا بينا اطلع فاصل يا استاذ صابر وارجع لنا، نكون حشينا سندوتشات السجق بلحمه السجق اللي احنا عملناها دي، لحمه الحواوشي، حواوشي السجق، ونكون حطينا 1 ولا 2 على النار. يلا يا صابر. في الطاسه وقعدنا نقلب، في الحقيقه كنا حاطين طاستين وعملنا شويه من الحواوشي، بنسوي الاخير اهو، بضغط عليه كده سنه اثناء التسويه
ولازم يبقى لونه حلو كده. صابر هجيب لكم دلوقتي شكل الحواوشي اللي احنا لسه مطلعينه. هتشوفوا شكله او لون اللي احنا بنطلع عليه الحواوشي بيكون عامل ازاي بالظبط. ايوه هو ده. انا في الحقيقه بحب جدا الحواوشي المستوي في الطاسه اكتر من في الفرن بكتير، لانه في الطاسه انا بتحكم في التسويه بشايفها بعناية. ولو انتوا تلاحظوا انه في ناس كتير من المحلات اللي احنا بنشتري منها بيسوي الحواوشي على الجريل، ما بيحتاجش يحطه في الفرن، او لو بيحطه في الفرن بيبقى فرن مخصص كده للحواوشي، فرن كده ببابين كده واللهب طالع من الجنبين فوق كل صاج. ففي البيت برشح لكم جدا نستخدم طريقه الطاسه، الطريقه دي عبقريه، ما تحطوش الحواوشي في الفرن. طيب هنعمل ايه تاني؟ خلاص الحواوشي ده كده تمام، نحطه هنا وصابر هيجيبه لكم، نشوف الجمال والحلاوه بتاعته.